وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه الآية في أي سورة؟ وما رقم الآية؟ تفضل. نعم، الزمر، الآية 9. إذا انظروا إخواني في الله إلى عدم التسوية بين صنفين من الناس، بين من يعلم وبين من لا يعلم. فهل التفاضل بالدنيا، وهل التفاضل بالمال، وهل التفاضل بالجاه والسلطان، أم بالاستجابة للرحمن؟ فإذا أخي في الله، العلم حاكم ولا يحكم، والعلم أمير لا يقبل أن يحكم. فلا يرفع طالب العلم بمشيئة الله إلا العلم. فإذا إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر تحكم العلماء. ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. فإذا العلم هو الحاكم ولا يحكم. ورحم الله ابن تيمية كما يذكر في سيرته أنه قال: أنا في أهبة وفي استعداد لأي واحد كان من كان من الفرق التي تنسب نفسها إلى الإسلام أن يأتي إلى محاججتي. فإذا من الذي يحكم؟ العلم. كم من تائه ومبتدع عندما التقى بابن تيمية أكرمه الله عز وجل بالرجوع إلى السنة بالعلم وليس بالغضب وبالصراخ وبالهتاف، لا، بالعلم. وانظروا إلى آيات الله عز وجل كيف كانت تخاطب العرب الذين عرفوا بصلابة العقول وعرفوا بالأنفة وبالشموخ. خاطبتهم وأقامت عليهم الحجج وكانت متتالية متتابعة حتى رجع من رجع. وانظروا إلى الخوارج عندما خرجوا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ذهب إليهم عبد الله ابن عباس وحده، وكان يشكل جيشا لوحده، فخاطبهم بالعلم حتى إن منهم من قال: لا تجادلوه فإنه من قريش وقد قال الله فيهم: بل هم قوم خصمون. فناقشهم ورجع منهم ألفان. كيف هزم هذين الألفين؟ أو هزم الشيطان الذي أبعدهم عن السنة وعن الحق؟ بالعلم. وفي العصر الحديث في زمن الإنصاف استشار شيخنا علي الحلبي حفظه الله شيخنا الألباني رحمه الله في نقاشه له بالتكفيريين في الجزائر الذين صعدوا الجبال وفرقوا الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاستشار شيخنا الألباني أن يناقشهم عبر وسائل الإعلام، وهناك التصاوير وهناك مخاطبة لأولئك القوم. فإذا بشيخنا الألباني يفتي له ويقول له: إن هذا من الحاجات التي تحتاجها الأمة، فاذهب وتوكل. فذهب وناقشهم في ساعات عن طريق وسائل الإعلام والهواتف، فإذا بالألوف تنزل عن الجبال
فإذا إخواني في الله، العلم بالعلم تحل مشاكل الأمة، بالعلم يتسبب الأمن والإيمان للأمة، بالعلم تصحح العقائد وتزداد الخشية وتكون الموازين في مكانها، وعكس ذلك تنقلب الموازين ولا حول ولا قوة إلا بالله.